لليوم الثالث على التوالي تتشدد الاشتباكات في منطقة الليلك في الضاحية الجنوبية بين آل زعيتر وآل حجولة، وهذه المرة كانت الجولة الأعنف استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والصاروخية. والخلافات هي ثأرية وعائلية بين الطرفين وتعود إلى حوالي سنة على خلفية مقتل شخص من آل حجولة. وقد سارع فوج التدخل الأول في الجيش اللبناني إلى تطويق منطقة الاشتباكات من مختلف المحاور، وركز حواجز ثابتة ومؤللة في الأحياء الداخلية، ومنع السيارات من الدخول، منفذا سلسلة من المداهمات بحثا عن مطلوبين أسفرت عن توقيف شخصين. وفي المعلومات أن عددا من مسلحي عائلة حجولة دخلوا منذ يومين إلى مربع زعيتر، فحصل اشتباك أدى إلى مقتل الرقيب في قوى الأمن الداخلي محمد حسن نصيف، وتطورت الأمور ليدخل على الخط المفتي الجعفري أحمد قبلان في محاولة لإرساء الهدوء، فحصل تعهد بمباركة من حزب الله وحركة أمل بوقف إطلاق النار وظهور المسلح، لكن الاحتقان عاد وفجر الوضع مجددا. كاميرا الأم تي في دخلت إلى عمق أحياء الليلك حيث كان التوتر سيد الموقف، وهذه محطة المحروقات التي تعود لأحد الأشخاص من آل حجولة تم حرقها من قبل آل زعيتر أثناء المواجهات التي يبدو أنها كانت عنيفة نسبة إلى مشاهداتنا للأضرار الناتجة عنها، علما أن المنازل متداخلة للعائلتين، وهذا ما يظهر من خلال الأضرار التي أصابت المباني. نحن طلبنا الجيش أنه يجي الجيش نحط نقطة هون بين الطرفين لكون أنه نحن قدرنا قمنا رح تكملوا بخطة المصالحة. بتمنى من رابعنا بات زعيتر أنه لحد هون خلص بيكفي، يعني نحن بيت واحد، نحن عائلة واحدة، ونحن مش بالظرف اللي مناسب لهالمشاكل هيدي، نحن في ظرف أكبر بلبنان، يعني لك الجيش وين ولكن مش معقول، يعني نحن مخجولين من حالنا بهذا الموضوع. لا إصابات في هذه الجولة من الاشتباكات في وقت علم أن اتصالات حزبية تجري لتطويق الوضع وسحب المسلحين. مع تكرار الأحداث الأمنية المتنقلة يثبت الجيش اللبناني أنه الحصن الرئيس في البلاد وصمام الأمان، وأنه إذا ما أعطي الغطاء السياسي على كامل الأراضي اللبنانية فإنه قادر على فرض الاستقرار من بيروت إلى صيدا وصولا إلى طرابلس وكل المناطق اللبنانية. من معقل آل زعيتر في الليلة، نخل عظيمة، MTV.